السلام عليكم حليدي شيرالك كلمك لوغو جيرو او كلي ما اركتا دد انتاي درك لا بحان بيو برف او قبو او برف كو هريريسن يحي دخكلا ايغو قاقاون عجيب مر بدا ولغا يابين لا يابتي او اد سيري قفكني نفتي سو درنا ككالي دلك لخ سنه او خديره ادونك او فرحدا وانا ادنك فرحدا ادونك او هريي متقانا دلك او غو وخبرشده وانا ادونك متقانا وا دل ددكيسو اي كيوتيس كيهين تدسك كيوتو هو يوروبيان أيهين لكن دفاع دلكو ده مركي نقطو آد اوكو دغالما او يلاشادا ودنك نوكشي كنين او فينلان إيا ددك فينشكا إرهير فينلان سير تبراراها ودنكاس إيا فرحدو ده إياد كيسي قودو محوي يهي فلسفة ده إنو لشا ومران محاي تهي برنامج كان ينكو ده فيدينا مركي غفلا نيراء أدو ريستو نلشا وحا اوكو بادن ايو كعبنا يا وحويان إنا نلشو كو عادك تهي إنو نلشي مارين كريلا أيهي إن مركز توو قرشة دهشي قرشة سيسيدي او دوني يآنو وغفلين إن مرول باوقت يسو كرديات سن يهي إن توقو بادوحو كعبنا يا وارخمو نفسيان يا سايكولوجيان لحريرا أو باهن مارين يا سايكولوجياد يا سي علم النفسي او عقلي يسن إن لو لتعالو او انت لفهمو مشكلة دو هالكا يكتاق انتهي كدبنا سيدي اللو واجيه لا لفهمو لكن لبضا بوحاك سي أدك إن لرغن قلي يوحي لفهمي دلك فيلان عاسمتي سهلسنكي إيو قدام بدلك انت كالي ما دامو عرفك وقوي إيادونك يكاقلو يهين حلقة جيلالك أي تهي وحاكرنا عبر فان عادي أهين نولاشا جيلالك نوا نولول أكتودا آد وادك لكن ويكو غصبيه نولاشا عادقيني فهمان وإلا مدحان وصنكا وقرمي لمقو يبا ليريه هادبا نولاشا وجيكي كتستايات كلام عامليسا لكن دلك فيلان سيرت أودو ده يبرارهو ده يواد كيسيغا نولاشاس أدقي وفلسفة لغو مغا عابو سيسو فلسفة ده سيسو هب فهن كسيسو أدون أرق سيسو نحو يايها دب سيسو قرن يدي هوري إيانو جرين أدون كان عاسريغا إي كوليلي يحالي قاريغا جيهي تركو كاغا بحييت كوليلي هشدانيسو غوريغا دوكسون إي دارتا آدك قليسا قبوغي يبرفكا إي خيرميييغا أيد جوغالا أحا مركا حلقة جيلالك لغيارو إي برفكو أو بلابمو قفك رير فيلان وحا قولي إيو كتدالي جري وحا يحي إنو نولادو أون كيلي إنو نولادو أو قوغي إي حلقي كولي لها أها أو غارو أد نولاتي تبا هلقن لو قلي جري هلقن كنو عاسي وقفكو أو جيلالك استيو قليا وحا أو دادك فيلان أو سميجي فلسفة دان سيسو إنها بفهنك إيا فلسفة دان سيسو أي نولشو وديك سدان سي نولشو داس آد كوادقي أيو فدو داتو أفك دالكاس إي فنشكا سيسو ووح لحريرو قدها داخليقا إن كران كاق يهد تمرتا ديه كرتدادو أي قدهاقا كاي مرايان يعني إن عالم كوحك استوياد كدونيسا أي قدهاقا كاي مرايان و قدهاقا أدكا قبسان كرتو قدهاقا نادكا سماين كرتو إري بحين تاسويكا قطر دير تاي قدبكان وإري بحين كا قطر دير كليه إن أوديا كران كاق قده ووحول بكو وفيني يهي وحن بارسان قوانكي سميركي أدكايسيقي جيسي نمدي ربيتانكي حوغنا وببعدكي أدكي يدا هول قلدا مردا عانكا إلو تدالو إن لك دبايو إيا وحياب اللميدا يعني إنا تكل ميساتو أود إيا أدون أرك إيا فلسفيد إيا هبفهن هل مرأة كل ميسانيسا إنا تكو آنا تكاتو أواد سمري أدكيسي يلتو أواد جيسي أبريد إيا أدكي كستو نقطو ربيتان حوغنا أدي يلتو وحكستو نلشكاوري مادنا أدوها جاهدو وحيا بمردعان دادك إيا ديغانكا كوحيران أيو أركان أما حتى أدوغاد مردعان وارك تدنا أد قنتي قديش إسكاك دكتو أد نحدا وحراتو سيدا دو قردبين لحيد وحتى هدي أني مشكلة دي عوليس مركاكو هايسان أد أدوغو أبورتو مشكلة دي عوليس كدبنا أدوا جاهدو يعني فلسفة دي سيسون حركي دو حوييان إن نولوشا أدي قيدا قابكا غورا إياد كاقا بيحي كرتا آني أهين كوروريق إيا كعارر إياند بالود إسكاكا مشغوليسو إياند ميلاحا كعالا عاشو إياند هذا نوكسو كوبتا تايد مشكلة دا ساي هايساتا إيا قابكا غورا إيا نولوشا أدي قيدا دورا تعاملي كرتا أي تهي انتا ليهي شيسو إياند لفالقشو فيلان ما دام ايتهي ديغانكا برف ليدي جيلالك مركا لقانا نوقفكو كود داليو كليينو نولادا اون وحاكو بادي كفكرين وحو نوقضي ان برفكاس ايا عمراداس ككنورتا ايليش ايان كبعدنا نولوشاس ادق لفتر كيدا اي فرحاد ايا براري كان حابوران ايادان اي فرحاد ايا براري كان اكتان هير مركا حلقي جيلالك لقانو اني مروغو ايا حل باسين لقالي اون نقون ايا ايبا براري ايا فرحاد ايا تشوي ايو مدى دالك الراديان مركي هو رفرس فدن سيسو وحيكو يكادرانك شقادة مالي لها اوهون مدامو برفو داعيو وحلدون ايناد حوليه الرعضو ايناد حوليه ميرسو داعشيسو ايناد حابسو قرتو وحيناد عمتالا كارينا ياكنتو نرفر بدن لما هيسن ايناد دبدو بحدا وحكلا يهيد حتى برفكاس داعيو عوليسكي سينا اللومي كرتابا سورا يحيد كدي منفلس فدا سيسو اللي هذا يغو ادكسانيو او استامها سينو سوحو سنيودو نسوقي ايو قفكاس انتو بحو حولها نرعي وحلو عنو سوقادي
dibadda u baxay noloshiisu sidii dabiiciga ahayd xilligii kulaylaha ahaa ee samarka ahaana ay soconaysay kadibna falsafada saarna ciidii kale ee nolosha ku baahday iyagoo falsafada saamisan ayayna magaalagalka bilaabeen kadibna dawladda Yurubiyaanka ay horumarsanayay noqdeen marar badan ayaynu nolosha qoyska joogsana aynu baahnaa wax karaankeena inoo muujiya ma halidasho ee waa xaalad aadaminimadeena ina dareensiinaysa wakhulqa insaanu daciifa ilaahay subxana wa ta'ala quraanka inoo wule binaadmiga waxa la abuuray isagoo taag daran marar badan ayaynu si dhab ah u dareenna taag darradeena iyo karaan yarideena iyo sida aynu u nahay makhluuqa daciifka ah waa xaaladda nolosheena soo mara marar badan waxa qure aynu u baahannahay waa in rajada aynu arrinka leenahay aanay dhiman arrinkaas waa weyn isu dhibnaba muma doonanay imkaynaynu samayno oo diyaar uma nihin laakiin ugu yaraan rajadaynu ka leenahay inaanay dhiman xataa haddii aynu isu dhibno aynu sii wadi kari weyno waxa falsafadaas ay ku baraysaa sidaad nafsadaada gudaha uga agdhowaan lahayd aad isu baran lahayd in awoodaha ugu waaweyn ay gudahaaga ka ogan yihiin aad u fahmi lahayd saddexda macno ee ugu waaweyn ee falsafada siisu ay xambaarsan tahay waa kow adkaysiga karaankeena iyo tamarteenna ugu xeesha dheer inaan banka keenno marka caqabadan waajahno inaan halganka sii wadno haba yaraado ee xataa aanu babacdhigno caqabadaha aanu aragno inaanay xal lahayn caqabad aad u aragto inaanay xal lahayn xataa inaad u babacdhigto laba aqliyadda shaqada oo ah inaad si joogto ah marba tallaabo u qaado oo aadan hakanin hadafka gaadhitaankiisu uu fog yahayna aad hal tallaabo ayaa ugu yare marba dhankiisa u durugto waad u sii dhowaanaysaaye kalsoonina aad u qaado naftaada iyo awooddaadaba iyo saddex inaad gaadho awoodda qotada dheer ee gudahaaga iyo dhusinka naftaada ku kaydsan inaad awooddaada si dhaba u dhaadan tahay markaad adeeg wajahdana aad la soo baxayso waxyaaba aadan hore u gaadhi jirinna aad ka dhabaynayso habfahankan siisu waa falsafada qaabaysay ee sidan ka dhigtay taariikhda Finland iyo joogtadeedan iminka xaadirka aba Finland hore ee taariikhda ku xusan iyo halginkii adkaaya nolosha ay la soo mareen dadkaasi iyo waqti xaadirkan ay taagan yihiinba waxaa fahankaas siisu uu muujinayaa siday mahuraanka u tahay qofka reer Finland inuu jiilaalka adag noloshiisa u wato isagoo waajahaya mid ka mid ah jiilaalada adduunka ugu halisaysan qarnigii hore afartamaadkiisii dhibaatooyin waaweyn ayay waajaheen reer Finland 1917-kii ka horreeyay waxay ka go'een ruushka habfahanka siisu ayaa ka saaciday inay dowladdaas dhowaan dhalatay heer gaadho ummaddaasna mideeyey oo dhabbaha u jeexay ereygaas siisu muxuu muujiyaa wuxuu muujiyaa qaab nololeedka reer Finland falsafadaasna waa tii duulaankii Soofiyeedka ee 1939-kii ilaa 1940-kii ay iskaga difaaceen iyadoo laga awood badnaa sidaasna ay Finland madax banaanideeda ku ilaashatay nin la yiraahdo Gustav Zorn ayaa noqday 1939-kii finishkii ama qofkii Finlandiga ahaa ee ugu horreeyay ee buuraha fanta wuxuu fantay buuro ka dhaadheer 8,000 oo mitir oo 14 gaadhaya wuxuu fantay buuraha ugu dhaadheer cirifka koonfureed ee Antarctica markii uu dhiirnaantiisa ka hadlayayna wuxuu ku tilmaamay in falsafada siisu ay horseed u tahay waxqabadyadiisa soo dhanba heer xataa buuraha Antarctica ee cirifka koonfureed ee uu fuulay mid ka mid ah loo bixiyay buurta siisu Joanna Nilon oo ah qoraayadu dhalatay dalkaas ayaa ka qortay falsafadan xataa buug ay u bixisay siisu fanka geesinimada Finland waxay ku tilmaantay in falsafada siisu aanay dalalka Scandinavian-ku sidooda oo kale u adeegsan ayna ku bilaabantay in xilliga jiilaalka ee in aqalka laga baxa ay adag tahay socoto dhaadheer la sameeyo oo barafka iyo cimilada daran la dhex maro iyo in nafta loo sameeyo loolano ama challenge-yo adag waan laga yeerin inay isdhigato waxa dalka Denmark ee Scandinavian-ka laga aaminsan yahay falsafad la yiraahdo Hygge oo ah in xilliyo farxad iyo baraare laga dhex raadiyo jiilaalka qabow ama qoysasku meelo diirran ku kulmaan ama cabitaanada tamarta la cabo hafahanka siisu isagu uu diidan yahay in diirimaadka cabitaan laga raadiyo xilliyo la farxane la raadiyo wuxuuna qabaa in la sameysto loolano lala halgamo oo challenge ah kadibna loo babacdhigo oo la isku taxallujiyo ka dhabayntiisa iyadoo laga bilaabayo meelo hoose sida in barkad biyo qabow ah iyadoo la qaawan yahay la galo kadibna hadafyo ka waaweyn looga sii gudbo marka waxqabadyadaas laga dhabeeyana farxad lagu dareemayo waxyaaba falsafadaasi isu lagu dhaliilo waxaa ka mid ah inay qofka ka hor joogsanayso inuu muujiyo ama uu daado qaybtiisa uu ka taagta daran yahay oo ay soo saarayso aadami robot camal ah inuu mid kale caawimo ka dalbado ay ka hor joogsanayso inkastoo qodobkaasi uu si u sababay in Finland tan ay hadda tahay ay noqoto maadaama dadkeedu ay adeegyada u badheedhayaan Finlandna ay 6 sano oo isku xiga noqotay dalka adduunka ugu farxadda badan haddana jiilashan dhalinta ee ugu falsafadaas way ku yar tahay oo nolosha ayay fududaystaan falsafadaas macnaheedu waxa weeyaan
هدي نولول أدك أدو يجاهيسو سيدا أي تهي أولا تعال هدي أدكب غيسو وشيدوني واوين إنات أولاقاقضو سميسو قار ير ير أو أن معنى بدن بلاهين لكن فرينتو دو أيادك تهي سيدا جيلالك برفليد إنات بركد كشيد أوكالي يعني نولشادو هدي أي أدك يغلف سنان كمبران تهي نولول بميشو كما يسيدو ويان فلسفة داسي مركزتو نولشادو أي واحد أدك ليدو هدي واجاهيسنا نولشي ساحة هيدا يادا هيسا وحيا مسنتهي فلسفة داسي مركز تاو هدف قادو سعوتا وين يهي او ود حملات دادو نوي كور ليسا مجرتا تلو مركا فلسفة ماه ماه قبي سوغان تكالي هيس هفاها ندياتون ارقاقو هيركو تشوغو وحا اتقانو او ان اونو ديقما فلسفة داس وانو رنكرنو سوماريدين بيتكاس اما اريقاس اما قدبكاس هدي اي داقن قليان سيدا فيلانو كلا ايهير قاديان والسلام عليكم.